خبر ولا عدنا عن فهد الزين واخر عودة اليوتيوب بعد 24 ساعة كاملة من الاعتذار. رجع ملك اليوتيوب. فكم لايك استاهل على هذا الشيء؟ خلينا نبدا حبايب بنارين بيوتي. وصل قناته باليوتيوب لل 12 مليون متابع، فان شاء الله الف مبروك اخبار 20 مليون يا رب. وطبعا لا تنسون يا حبايبي نتبارك لها بالكومنتات على هذا الانجاز. ننتقل حاليا للقمر بهار والشغلتين اللي صارت عنها. بالنسبه لاول شيء يا حبايبي، القمر ما نزلت على حسابها بالانستغرام هذا اللي سوري اللي كانت كاتبه بيه انه هي راح تقطع على التيك توك والاغاني بشكل عام احتراما لشهر محرم. اما بالنسبه لثاني شغله يا حبايب، فبث نورمار الاخير يا حبايب انتشرت هذه الصوره. القمر مار كانت كاتبه له بتحبني نورمار. طبعا نورمار طلعت وقالت ان هي ما كانت تقصد نورمار بهذه الرساله، ولكن بنفس الوقت انتشرت هذه المحادثه بينها وبين فانز. قاعد تطلب من هذه فانز انه تحذف هذا الستوري اللي به هذه الكلمه اللي هي كانت تقولها قمر، لان هي اساسا ما كانت تدري انه راح تطلع للناس انه هي كاتبه لنورمار بتحبني. فكتبوا يا حبايب بالكومنتات هل تتوقعون فعلا الكلام ما قالت نورمار او قالت نورمار ولكن هي حاولت انه تبرر هذا الشيء، وهل هذا يعني هي فعلا قالت لانه اكو علاقه حب بيناتهم؟ ما ادري صراحه. اكتبوا توقعاتكم بالكومنتات. انتقل حاليا نورمار وبيسان اسماعيل المشكله اللي صارت بيناتهم. فبيسان اسماعيل يا حبايب شالت الفولو من حساب نورمار بالتيك توك، وطبعا نورمار من زمان يا حبايب هو شايل الفولو عن بيسان، فما ادري صراحه هل صارت مشكله بيناتهم جديده او لا. فاكتبوا يا حبايب بالكومنتات شنو توقعاتكم الموضوع. ننتقل حاليا الريدر والديستراك اللي نزل على انس واصاله. فريدر نزل على حسابه بالانستغرام شفت ستورياته بهذه الستوريات كان كاتب بيها دسيت انس واصاله، راح تعرفون كل شيء في فيديو باكر اللي راح ينزل لكم اليوم الساعه بالاربعة. فاكتبوا يا حبايب بالكومنتات شنو توقعاتكم الموضوع وش كنتوا متحمسين الديستراك اللي حينزل على انس واصاله. ننتقل حاليا وسام تكتو وياسو والاخبار اللي صارت عنهم. فنودي بياسو يا حبايب والحقائق اللي كشفتها. فيجي فتحت بث مباشر وبهذا بث مباشر يا حبايب اول شيء سالوه عن شنو سبب الخلاف اللي بينه وبين ريدر. فهي صارت تقول انه سبب الخلاف بيناتنا هو شيء شخصي وهي ما حابين توصل تحكي، فشوفوا شنو اللي قالت بالضبط. سؤال، شو سبب خناقك مع ريدر؟ حكيت انه مشاكل شخصية وحكي انا بالفيديو اساسا. اما بالنسبة للثاني شغلة يا حبايب، فسألوا هذا اكو علاقة حب بينها وبين وسام تكت بالسابق؟ فهي ردت انه يب اكو علاقة حب بيناتهم ولكن بطريقة غير مباشرة، انه هي تقول ما ردحت هاي خصوصيات. راح احطكم الستوري شوفوه. السؤال، انت ووسام كان بينكم علاقة حب من اول؟ سؤال شخصي ما فيني جايب بس. اوكي معليش حبيبتي. اخر شي سألوه هذا هي راح ترجع لفريق فافانابولي. فهي ردت على الموضوع انه بالوقت الحالي هي ما تعرف لكن دي صار مفاوضات انه ممكن هي ترجع بالايام الجايه. فشوفوا شو ردت. الفيديوهات اللي شفناها بقناه وسام من يومين انه انت ظهرت بكذا فيديو، هل هذا الشيء بيعني انه انت راح ترجع للفريق ولا شلون؟ يعني حتى انا لسه ما بعرف، يعني لحد الان عم نناقش الموضوع لسه، لا انا ولا هو بنعرف. عرفت يعني انا ظهرت بهالفيديوهات، انا ظهرت بهالفيديوهات، يعني واضح اني ظهرت ب من اول فيديو كنت اساسا معزومة على حفلة عيد ميلاد وكان في تصوير وصوروا، وتاني فيديو طلب مني طلب وانا اعطيته، وحتى هو يعني حتى طلب هذا الطلب من ناس برا الفريق، يعني ما دخل يعني انه كصداقة يعني طلب مني هذا الشيء وانا اعطيته بتروح. يعني نفهم انه ما بقى في مشاكل، يعني ان شاء الله الامور حتى ولو ما في طريق. لا لا احنا رجعنا اصدقاء، يعني خلاص حلينا كل المشاكل. نختم اخر شيء بوسام تكت وتهكير قناته. فوسام تكت نزل شويه ستوريات، وبهذه الستوريات كان يقول بيها انه قناته تهكرت وبدها تنحذف الفيديوهات مالته، ولكن بعد ساعه رجع كل شيء مثل ما هو. ما تتوقعون اللي هكر قناته بالضبط؟ ما ادري صراحه. اكتب لكم بالكومنتات شنو توقعاتكم. اكو راح احطكم الستوريات مالته شوفوها. تهكرت قناتي على يوتيوب. شوف يفوت على فيديوز ما بيطلع اي شيء، بنوب صفحه بيضاء ما في غير فيديو مين في جبنا نحن، هو الوحيد اللي بعده موجود. اوكي حتى فيديو مين جبنا نحن، لا اوكي هو الوحيد اللي بعده موجود. جرب فوت على غير قنوات، هاي كافيين، هاي الفيديوز موجودين، هاي مثلا قناة طبنجة جربت على الفيديوز كله موجود، إلا هاي قدامكم، إلا لما عم أروح على قناتي ماي شانل ما في غير فيديو مين جبنا إحنا الباقي. ما بعرف عن جد ما عندي أدنى فكرة ليش هيك عم بصير، الله يرحمه. أوكي ما بيرجع تمام. طيب إذا نال بلاي ليست كوميونيتي، اوكي الكوميونيتي بعده موجود. بصوا يا حبايب وصلت المقطع، ما تعجبكم اللي ما شاف الفيديو مال البارحه او الفيديو اللي نزل اللي هو مال الاعتزال روح شوفوه يا حبايب، وفجروا المقطع باللايكات اللي وصل 50000 لايك. وبصوا لكم فايت زين من قناه ملك القصص، ومع السلامه.